بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء. وحلقتنا الاجتماعيه النهارده عن موضوع احنا نفسنا محتارين، يعني هل كل اناء ينضح بما فيه؟ يعني البني ادم العادي خالص بيطلع اللي جواه، ولا يستفزونك لتخرج اسوأ ما فيك؟ في حاله الخناق دلوقتي احنا في خناقه، فالطبيعي انه الناس بتتخانق فيقولك دي استفزتني، فبيطلع بقى من جواه حاجات غريبه جدا. يقولك عايز تعرف البني ادم اعرفه هو متعصب، اعرفه عصبه كده وشوف هو اخره ايه، فهتعرفه ده شخص متربي، ده شخص يعني متجاوز، ده شخص غلاط، ده شخص ما بيشوفش قدام عينه. وبالتالي تقدر تحكم على البني ادم صح في حاله انه متعصب، في حين حد تاني يقولك ايه لا كده بتظلمه، لانك مش ما ينفعش تستفزه وتضغط عليه ولغايه اما يخرج شيء هو مش متعود يخرجه. نسال مروه الصعيدي وتقول لنا ده ولا ده. انا اقول لك، لو احنا خدنا مثال بسيط كده وجبنا برتقانه ضغطناها، فلما اتضغطت بتتعصر، فلما هتتعصر هتطلع ايه؟ اكيد عصير برتقان مش عصير فراوله. ايوه. سلوى خطاب ليها جمله لذيذه قوي دايما نقولها، بيستفزوني وانا من جوايا ست إيه؟ مؤدبه. ويستفزوني لكن انا من جوايا ست مؤدبه. ايوه صح. طيب لو انا من جوايا فعلا ست مؤدبه، مش بعرف اشتم، مش بعرف اغلط، هطلع ده ازاي؟ هخرجه منين؟ ما انا مش متعوده عليه. طيب لما بيجي حد يعصبني قوي يا دعاء، دي بنسميها تريجر او اختبارات او ضغط، تمام؟ فالضغط ده بيطلع اللي جوايا، انا جوايا قلق، جوايا عصبيه، جوايا غضب، جوايا حزن، جوايا اساءات، انا غضبانه من حد زمان ضايقني ما عرفتش اخرج غضبي فبخرجه هنا دلوقتي، انا حد ما بيعرفش يتحكم في غضبه او بيعرفش يكتم اسرار فتيجي تستفزيه فاقول لك انا ده انت اللي كذا وكذا وكذا، فاكره لما عملتي كذا ولما قلتي أيوة. كذا. صح. احنا اي مشاعر عندنا valid، يعني مؤكده، صح انا غضبانه، انا قلقانه، انا متوتره، ده حقيقه وده من حقك تماما، دي ما اقدرش اتحكم فيها. لكن مهما اللي قدامي استفزني انا بقى اللي اقدر اتحكم في رد فعلي. انا هخرج ايه؟ رد فعلي اللي هيخرج شكله ايه؟ ده بالتدريب ولا ده لانه الناس كلها بتتخيل انه عنده مساحه من ان انا لما اتعصب محدش يقرب لي، فهو عنده المساحه اللي يقدر يعمل فيها اي حاجه ونقدر نغفر له لانه متضايق ومتعصب. طيب فتغفري لي لانه انا ما كنتش في وعي او ما كنتش مركز، يعني كده. دي مش مساحه، دي شماعه. ليه بقى؟ لان اللي متعصب ده وانا بديله مساحته عشان هو متعصب. هل انت تقدر تتعصب على حد اعلى منك في المركز او في السلطه مثلا، متحكم في مرتبك، مديرك، استاذك؟ مش تقدر تعمل كده. يعني ما هو ما فيش حد في الدنيا مديره في الشغل او رئيسه في الشغل ما بيضغطش عليه وما بيستفزوش وما بيتعاملش معاه على انه عبد بالسخره مثلا. هل انا اقدر ادي رد الفعل ده مع مديري في الشغل؟ اكيد لا. طب بعمل ايه؟ بعمل ازاحه بقى. برد بقى مراتي، ابني، اخويا، جاري، صاحبي. يعني رد الفعل ده كان هيطلع بس بالزبط. بدل ما يطلع في وش المدير، في وش المدير هطلعه في وش المدام، في وش المدام او وش العيال، او وش العيال. دي بنسميها ازاحه. انا زحت الغضب بتاعي من هنا حطيته هنا. في ناس ما لهمش ذنب ويجي بالظبط كده يجي يقول لك معلش اصله عصبي وانا لازم استحمله. ما هي دي حبيبتي شماعه، لانه عصبي لازم استحمله؟ لا، احنا العصبيه والغضب انا ما اقدرش اتحكم فيهم، بس رد فعلا اقدر اتحكم فيه. وبالتدريب اقدر اتحكم فيه. يعني يا دعاء بمنتهى البساطه، واحد بيتعصب جدا فبيقوم يكسر كل حاجه. طب لو انا خليته يعد مثلا او يكسر، يا حبيبي بس بعد 5 دقايق هيقدر يسكت 5 دقايق وبعدين يكسر، يسكت 10 دقايق وبعدين يكسر، بعد كده يتعود انه مش شرط اقوم اكسر، مش لازم اقوم اكسر. انا مش موافقه انك تبهدلني، مش موافقه انك تبهدل الدنيا، بس موافقه انك غضبان وده من حقك، لان الغضب ده اللي بيحركه كرامه البني ادم. هو ربنا سبحانه وتعالى عمل لها ضوابط كتير، وقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني
اتحجمت. يعني القرآن الكريم والسنة النبوية وإنك لو غضبان قوم اتوضى، ولو قاعد اقف كده، ولو اقف اقعد، وفكرة الحركة وإن احنا نخرج في، يعني احنا بس ايه مش عايزين نشوف ده، وبس بنروح للحتة السيئة. فتلاقي الخناقات الزوجية بتوصل لمناطق خطر. يعني أبعد كمان من فكرة الضرب أو الإقسام طبعا، يعني بتوصل انه واحده تقوم دبه سكينه في بطن مش عارفه ايه، للأسف. بتوصل يعني بتوصل بانه يرمي واحد من البلكونه، انه يعني ايه الجنان ده؟ هل الناس دي بقى اصله كانوا محترمين وكويسين فهو استفزهم قاموا رامين والبلكونه، ولا دي ناس قتلت قتله اصلا؟ من بدايه التعامل في العلاقات خالص بنقول ايه؟ لما تلاقي الخناقه كبرت بينك وبين جوزك ما تقفيش، انسحبي انت، اقطعي الخناقه وانسحبي انت. مش لازم حد فينا يكسب دلوقتي حالا. اقطعي الخناقه والزعيق ده وانسحبي انت، اقعدي في اوضه ثانيه، اسكتي. أنا مش لازم حد يكسب، مش لازم حد يكسب دلوقتي، يعني فاهم قصدي؟ لازم ننتصر طول الوقت لافكارنا ولدماغنا. يا ريت بس كده يا دعاء، لما بتحصل مشكلة بين أي اتنين وخصوصا متجوزين، كأنه بالظبط أنا وأنتي قاعدين قدام بعض والمشكلة هي الترابيزة، أنا عايز زوق الترابيزة عليكي وأنتي عايز زوقيها عليا، أنا السبب لأ أنت السبب، أنتي السبب لأ أنت السبب. طب لو أنتي قعدتي جنبي وإحنا اتنين قدامنا مشكلة عايزين نحلها، هنعرف نحلها خلاص، إحنا مش محتاجين نقول مين فينا السبب، بس محتاجين نحل الموقف ده دلوقتي. اللي بيحصل أو الدفاعات بتاعت العقل، إنه طبيعي جدا انك تبقي عايز دافع عن نفسك، انا مش عايزه ابقى غلطانه، لان احساسي بالغلط وبالندم وبالذنب ده بيوجع نفسيا، فلا انا مش غلطانه. طيب انا مش لازم اكسب دلوقتي، هكسب بعدين. في حاجه تانية اهم، لما نكون غضبانين قوي او فرحانين قوي ما تاخدش القرار في وقتها، استنى شويه. حتى فرحانين قوي ليه؟ لانك ممكن توعدي بحاجه بعد زهوه او نشوه الفرحه دي تلاقي نفسك مش قادره تنفذيها. ايوه صح، مش قادره انفذها. انا ازاي قلت كده؟ طب انا هعمل كده ازاي؟ انا كنت مبسوطه قوي وكنت فرحانه قوي، غضبانه جدا شويه كده، استني شويه ما ترديش. يا ستي ادي نفسك على الاقل 10 ساعات كده فكري بهدوء هتردي ازاي. طب خليني اخد علياء كده ونشوف رايها ايه في القصه دي. يا علياء. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا مدام دعاء؟ اهلا بيكي، قولي لي رايك. انا بس ليا وجهه نظر مختلفه شويه. ان مش لكل قاعده شواذ، يعني إيه، كل انسان ليه طاقه، كل انسان ليه وجهه نظر في الموضوع ده. ان مثلا في انسان طيب محترم جدا، شاف اذى كتير من ناس كتير وجاب تراكمات، فهتجيله لحظه ان هينفجر وهيخرج كل حاجه وحشه جواه، لانه هو صبر كتير. يعني انت ممكن اللي هو يفضل يكتم 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 في فتره او وقت كده معين هينفجر. بالظبط كده، فما ارجعش اقول بقى انتوا خرجتوا، يعني ما ينفعش بقى هنقول له انت انسان وحش. لانه هو صبر كتير يا جماعه، انتوا ما شفتوش هو طيب. برضو حاجه تانيه، ان ممكن يكون مثلا انسان عصبي طول الوقت. فانا بستفزه عشان يطلع اسوء فعلا ما عنده. ما انت اللي عايز تشوف الصوره دي. فبرضو كل قاعده شواذ. طيب ويعني ايه انا بستفزه؟ يعني فكره بس انه حتى الانسان العصبي اللي هو عصبي طول الوقت وعارف انه عصبي، ليه يفضل طول الوقت يستفز من حاجات هتحصل طول العمر يعني، وهو يتعصب عليه؟ احنا في دايره، ما احنا هنفضل في الدايره دي طول العمر كده، ومش عيشه، مش هتبقى عيشه كده. يعني انا مثلا ايه، انا عصبي وعارف ان انا عصبي وعارف ان ده هيستفزني، فانا كل مره اقوم اتعصب على الحاجه، ما خلاص بقى ما نزهق. ايه راينا نزهق من العصبيه شويه؟ يا ريت. الواحد والله بيزهق منها. بصي يا استاذه، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ او ربنا سبحانه وتعالى اللي هو الخازنين الغيظ والعافين عن الناس. محتاجين ندرب نفسنا. اداره، محتاجه اداره وتدريب وجهاد. صحيح، مظبوط. جهاد نفس، عشان يعني سبحان الله احنا في الحياه هنقابل كتير جدا في حياتنا.
مش اقل كلمه هتطلعني وحش او هتخليني اخرج شتمه من مثلا من قلبي او اي دعوه وحشه او اي سلوك وحش. سبحان الله. لا، عشان كده ربنا قال والقادمين الغد. محتاجه اداره نفسيه وجهاد نفسي ان الواحد يقدر يتحكم في انفعالاته وفي كلامه وفي طريقته مع كل الناس. ما يقدرش يعني ينفلت بسرعه ومشاعره تنفلت مره واحده. هو ده اللي احنا عاملين الحلقه عشانه بالظبط. شكرا يا علياء، ربنا يكرمك. ميرسي. في حاجه اسمها اتقي شر الحليم اذا غضب، وهو ده اللي علياء بتتكلم فيه. بالظبط. انه هو ممكن يبقى صابر طول العمر وساكت ومستحمل ومحتسب وكذا، ويجي في فتره هو بيغلي من جواه وبس كاتم الغليان، فجاه يقوم بوم منفجر. اتقي شر الحليم اذا غضب، واتقي شر الصابر اذا هجر. يعني انا صابر عليكي جدا، فلما ههجر همشي، لما همشي همشي. طيب، احنا طول الوقت بقول لكم ان المشاعر المكبوته قنابل موقوته. من حقك ان انت تعبر عن مشاعرك وتفرغها، ومن حقك ان انت يجي لك وقت تنفجر. بس انت انفجرت في الشخص اللي يستاهل رد الفعل ده، ولا انفجرت في حد تاني خالص؟ هي دي بقى المشكله. والانفجار شكله ايه برضه؟ والانفجار شكله ايه؟ هي دي بقى المشكله. انت جيت مثلا صبرت على ناس سنين وبقى يؤذيك وانت ساكت، فجيت مع واحد قال لك صباح الخير وهو مكشر، رحت هريه ضرب. طب هو ملوش ذنب. هو ملوش ذنب. انت فرقعتي. انت بتختاري تختاري الشخص اللي انا اقول له ان انا غضبانه منه. انا غضبانه منك وهغضب ازاي؟ فكره البني ادم ان هو عصبي والقازمين الغيظ. تاني يا جماعه، المشاعر حق مشروع جدا، انما سلوكي انا ده اللي في ايدي، ده اللي اعرف اديره. يعني هقول لكم على حاجه بسيطه قوي. الراجل العصبي ده جه قال لك هو اللي استفزني. طب ما انت عارف ان هو بيستفزك، ليه تخليه ينتصر عليك؟ ليه تخليه ينجح في انه يستفزك؟ ما ترد عليه استفزازه بانك ما تاخدش رد الفعل اللي هو عايزه. يعني انت عارفه مثلا يا دعاء، حد عمال يستفزك ويقول عليكي مش عارفه ايه، ويشكك في مصداقيتك، ويشكك في شغلك، هي عايزه ايه؟ عايزه دعاء ترد عليها رد كبير. شفتوا بقى، مش قلت لكم؟ حتى بصوا، حتى شوفوا، شفتوا بتعمل ايه؟ شفتوا بتقول ايه؟ انا عارفه انت عايزه ايه من الاول، مش هعملهولك. يبقى انا كده ايه؟ اللي استفزيتك. طيب، وكمان فكره اتقي شر الحليم اذا غضب دي، على فكره الحليم احيانا لما بيغضب بيبقى رد الفعل رصين بس قاسي. يعني ايه؟ يعني انا خلاص انا مش هكمل مثلا، من غير الدوشه ولا عياط ولا بهدله ولا تكسير ولا اي حاجه، بس كاتت شورت قطع عرق وسيح دمه. بالزبط. مش هكمل يا اخي يا كذا. فهو شر الحليم اذا غضب هو بيخرج عن طريق انه بيقوم قاطع خالص تماما اي علاقه مع الشخص اللي اغضبه، يعني وخروج سلمي وما بيقولش اسباب. بيختفي وما بيقولش اسباب. طب خليني اخد ام فهد. الو. الو حبيبتي، ازيك يا مدام دعاء؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. سعيد قلبك حبيبتي، فعلا صدقتي، فعلا كل اناء بينضح بما فيه، دي حقيقه. انا بنتي كانت متجوزه، احنا في خلاف دلوقتي مع زوجها، والخلافات حبيبتي هي ملهاش اي يد فيها خالص، بس مشكلتها ان هي ما ادتش اخواته، عنده ولدين متجوزين ومخلفين يا مدام دعاء، وعينهم من البنت. يعني ايه؟ عينهم من مرات اخوهم. واحد يقول لها سيبك منه وركزي معايا، اخواته والتاني اخواته. اخواته يا مدام دعاء، اخواته يا ساتر. ايه ايه ده؟ فيلم رعب. ايه ده؟ يعني ايه اخواته يعملوا كده؟ طب هو عارف؟ يا حبيبتي عارف، واول ما تقدم لنا قال لي انا ماليش دعوه باخواتي وماليش دعوه باهلي، بس انا اللي بصرف على ابويا وامي وانا اللي متكفل بكل حاجه. قلت له راجل، ولو مالكش خير في اهلك مالكش خير في بنتي يا ابن الناس، لكن عشان خاطر ربنا تحافظ عليها وتخلي بالك منها، انت ام. كلام اي ام لما بيتقال لجوز بنت. طبعا. وقلت له انت بالنسبه لي هتبقى اخو واخ لاولادي، والكلام بقى اللي انت عارفه اللي بيتقال ده. مفاجاه مدام دعاء بعد كده ان اخواته اسلوبهم غير محترم مع البنت. بنتي في حالها، وهي يعني هي قاعده في مكان وهم في مكان، مش في بيت عيله، عشان الناس بتقول لك طب تبعد. لا هي بعيد يا حبيبتي. امال هم بيكلموها يعني ولا بيروحوا لها ولا ايه؟ هو مدرس وعنده سنتر، لما بتنزل له السنتر ده يعني كل فين وفين بيبدا هو يحتك بيها، مع العلم
كان اخوه في الاول يا مدام دعاء ما كانش معاه شغل نهائي، بس اول ما اتجوز بنتي بقى يتقرب وبدا يتودد ويقول لا ده لو لف الدنيا مش هيلاقي زيك، دي الجوازات ولا بلاش، دي بقت الناس ولا بلاش. طبعا بقت بنتي خافت وقلقت طبعا، قالت لي يا ماما الاسلوب، قلت لها يا ماما ابعدي ومفيش كلام خالص، وحاولي تلفتي نظر جوز له معلش ايه انا مش هحتك وخلينا على قد، سلام عليكم السلام وانت معايا. وبعدين الولاد طبعا قالوا لامهم، امهم ازاي بقى انت هتاخدي الفرخه بكشك اللي بتصرف علينا، هو انت عايزه يعني تاخديه كده وتبعدي؟ طب انا بعيد عشان بيتي يعمر. حلت البنت ومعاها طفل، رماها هي وابنها، ابنها كان عنده 4 شهور، دلوقتي بدر ابنها عنده 1 سنة و3 شهور، ابوه ما يعرفش عنه حاجه. كل ده ليه؟ عشان ما اديتش ما فتحتش سكه كلام لاخواته، ورفضت اسلوبهم ورفضت اسلوب مامته اللي عايزه تتدخل في حياتها بكل ما تملك وبكل. هو جوزها او طليقها بيصرف، وهو اللي عنده بقى الشغل وهو اللي بيصرف وهو كده صح؟ تمام. بدأوا بقى أخته وأخوه قاعدين له في السنتر على طول 24 ساعة سارقينه ونهبينه. بدأت بنتي تلفت نظره وتقول له يعني حاول تنتبه، يعني في مثل قديم دايما كان يقول يعني بيت المهمل بيخرب قبل بيت الظالم، نحتم حرام عشان في بيبي جاي، طب هعمل ايه؟ انت عارفه. طب وده ايه علاقته ان هو يعني عنده ابن، ده ابنه بقى له 1 سنة و3 شهور بتقولي؟ ما بيسألش عليه ليه؟ يعني ما هو ابنه الولد دلوقتي عنده 1 سنة و3 شهور، هو رميها بابنها من الولد عنده 4 شهور. مشاكل مشاكل، سيبك منها من اول ما حملت اصلا، سيبك منها، اوعى اخواتك، ركز مع اخواتك، اللي اخواتك عايزينه اللي اخواتك عايزينه. اخواته الاثنين جابوا عربيات يا مدام دعاء من ورا السنتر، جوزها مديون لطوب الارض، بنتي باعت ذهبها عشان خاطره، ذهبها اللي طالعه بيه من بيت ابوها عشان تساعده عشان تقف معاه. تمام. هي اتطلقت دلوقتي؟ احنا دلوقتي رافعين طلاق للضرر وان شاء الله في جلسه عندها باذن. هو مش عايز يطلقها وما بيسالش عليها؟ عايز يديها حقوقها ومش عايز يدي نفقه ابنها ولا عايز يصرف جنيه، عايز يسيبها كده. يا ترضي يا ترضي، دول اخواتي يعني هموتهم تقول له انا ما ينفع؟ انت بتتكلم ازاي؟ عيب، عيبك حقك ان انت تقولي دول اخواتي، انا اعمل ايه او اتصرف ازاي؟ طب هروح لابويا، ابوك هيعمل ايه؟ طب روح لابوك. راح لابوه، ابوه قال له اوعى اخواتك، ده هي اللي بره واخواتك اللي جوه، اخواتك هم اللي موجودين، ده انا اغضب عليك، اوعى اخواتك. ست المرا يعني ست. طب انا بس سؤال، معلش معلش، عشان برضو ايه موضوع الاخوات ده برضو مهم، مش مهم. هل هي يعني متضايقه ان هو بيدي لاخواته فلوس اصلا؟ يدي والله ابدا خالص. بنتي ده باعت ذهب باباها اللي طالعه بيه يا مدام دعاء من بيت ابوها عشان خاطره، عشان ترضيه، عشان باباه مره كان تعبان بدل ما يروح مستشفى حكومي قال لها ده بيقولوا لي يعني مراتك مستواها والحكايه والروايه، يعني احنا الحمد لله ماديا احسن شويه الحمد لله رب العالمين، بس ما بنحسسوش بالموضوع ده. طيب. فقالت له انت عايز ايه؟ قال لها محتاج فلوس. قالت له اتفضل، هيتقلع ذهبها من غير ما تقول لي. قالت له خد واعمل اللي انت عايزه وما تضايقش نفسك، ما تشيلش هم حاجه عليا وعليا، تقول له ولا يهمك، خد خد خد. فضل يسحب من البنت لحد ما اخذ ذهبها كله. ولما طيب بتتكلم معاه هي في حاجه، هي الاب والام لما يقولوا له اخواتك ومهمين وكده، والاخوات مهمين، دي ما فيهاش كلام. من الام عشان كانت دايما في بيت عيله وكانت مش كويسه مع اهل جوزها وكانوا دايما في مشاكل معاها. تمام. وجوزها قبل كده طلقها مرتين بسبب اهله، فقالت لاولادها، قالت لهم طيب. صراحه ما فيش راجل فيكم يعمل مع مراته زي ما اتعمل فيها من ابوكوا زمان. طيب اتقالت يا مدام دعاء. احنا طبعا القصه ليها اكيد ابعاد كتير وكده، خلينا نرد على حضرتك بعد فاصل قصير. احنا بنسمع طبعا من جانب واحد، قد يكون في بعد اخر للموضوع، لكن لا تعارض برضو عشان ايه يعني، وهنرد طبعا واسمع مروة الصعيدي بعد الفاصل. لا تعارض ابدا بين وجود اخواتي في حياتي وبين مراتي ان هي ليها مكانه. موضوع ان الاخ يقول كلام او يعني يتجاوز حدوده، دي اللي يعني لا لازم نقف عندها. بعد الفاصل هنكمل الحوار.
المشاكل الحياتية والزوجية بتحصل، وعادي جدا انا ما احبش مش عارفه مين ومين ما يحبنيش ومين ما بلعش يعني منظوري، والكلام ده عادي، واخت الزوج واخو الزوج والكلام ده عادي في كل البيوت. انما بنيجي عند حته وايه ويبان بقى يا هل الاناء ينضح بما فيه ولا لا، بنيجي عند حته ايه انه في ولاد. ففكره انه انا ايه انا متخانقه مع انا هتخانق مع مراتي علشان اخواتي ومراتي بتتخانق كده، بس في ابن في النص ده يخرج بره اي حسابات، انه انا اقوم مانع عنها مصاريف او كذا بسبب انا العكايه الكبيره دي مش موضوعنا ولا حقيقي. ايه؟ لا ما هو الفكره ان دايما الاثنين اللي بيتخانقوا زي ما يكون كده، عارفه اللي هي ما تيجي صراع الافيال والعشب هو الضحيه، هو بيتطحن تحتيهم. الاب والام بيتخانقوا عندين على بعض وناسين ان في طرف ثالث، لا اختار حضرتك ولا اختار حضرته. هو جه الدنيا وانتوا الاثنين مسؤولين عنه. حتى لو عمامه فيها عبر الدنيا دول صله رحمه، قطعي انت العمام بس الولد مش هينفع يقطع هو. طب مثلا في تقديرك يعني في تقديرك احنا سمعنا من الام، وطبعا انا متفهمه ان الام طبعا متعاطفه جدا مع بنتها وكده، هي بتقول انه هي لقت تصرفات ملتويه من الاخوات الزوج وطريقه كلام مش مظبوطه، وان هي حاولت تبعد. طيب ان الزوجه تبعد عن اخو الزوج عادي، من حقها بالظبط، هي من حقها زي بمنتهى البساطة، هو مش صلة رحم بالنسبة لها. فبمنتهى البساطة يا جوزي مثلا معلش قابل أخوك بره، ما تخليهوش يجي البيت تمام، ولا يجي لي بيتي ولا أروح له بيته، ولا عايزة يبقى فيه أخد وعطى بينا، ولو هيجي البيت يجي لك طبعا ده بيتك أهلا وسهلا، بس أنا مش هبقى موجودة. الأم بقى التانية اللي هي حماتها فسرت ده على ان هي بنت مرات ابني عايزة تاخد ابني مني وتقطعه باخواته، فالموضوع كبر من هنا. لانه استحالة الام او الزوج هيتخيل ان اخويا بيعكس مراتي، يعني دي ما تجيش في دماغ ناس كتير، وممكن جدا يكون الكلام اللي بيتقال نوع من انواع المجاملة، بس هي مش متعودة على النوع ده من المجاملات، فاهمة قصدي؟ فشافت ان ده كسر للحدود، او يمكن في تجاوز، او واكيد هيبقى في تجاوز. اما انا بقول لك احنا بنحط كل الاحتمالات، بس هي الفكره ان هما بيتقابلوا في سنتر او مكان العمل بالظبط، فمكان العمل ده بعيد عن البيئه بتاعتها او عن المنطقه بتاعتها، ده بيتها، هي بيتها هو هو، فهي يمكن مكان العمل هي عايزه تفضيه من اخواته، ما علشان كده بقول لك. وكان الحل انك ما تروحيش مكان الشغل، مش كل الستات بتروح مكان شغلها، مكان شغل جوزها يا جماعه، يعني خلاص ده شغل، ما تروحيش في بيتك مع ابنك وخلاص، هو اخواته ملتزمين الحدود اللي انت حطاها، ما تتكلمش معاه بالاسلوب ده، ما تجيش البيت واخوك مش موجود وخلاص. لكن هي الام بقى او الحما تخيلت ان انت عايزه تقطعي ابنها من اهله ومن اخواته. بس في نفس الوقت كمان ان هو يقوم ما يسالش على ابنه لمده من وهو عنده 4 شهور لغايه ما بقى عنده يعني في سنه كامله ما يعرفش عن ابنه حاجه، ده برضه مش مقبول. ده مش مقبول اطلاقا، وخصوصا لما الرجاله بتستعمل ده نوع من انواع العقاب للست على انها مشيت او اعترضت. كانه بيعق وريني بقى هتعملي ايه، وريني هتصرفي، هترجعي لي، لازم هتحتاجيني. على فكره هي ابنك هو اللي محتاج لك، وانت اللي اخترت الام دي والام دي هي اللي اختارت الاب دي. هو ملوش ذنب، هو ملوش ذنب في الاول وفي الاخر، لكل اب في الدنيا ده مكتوب على اسمك انت، ده في البطاقه وشهاده الميلاد وفي الحياه مكتوب على اسمك انت. ابنك انت اللي ملزم بيه، انت اللي هتحتاجه لما تكبر. بس في ناس بتبص تحت رجليها قوي يا دعاء قوي، لدرجه انها ما بتاخدش بالها ان في بكره. فهو اللي هيخسر في الاخر. طيب برضو يستفزونك لتخرج ما في داخلك للاسف. مش اسوأ ما فيك، لانه السيء احنا بنختار اطلع سيء اهبشكو بالظبط كده ولا اعقل، ما هو احنا برضو ايه بنبقى، وبيعتمد على الشخص، انا هقلق منه لان ممكن يأذيني فانا هعقل. ايوه انا في الاخر بكلم نفسي طبعا، او انا ده عبيط ده انا ممكن اهبشه، فاحنا في الاخر اللي بنحدد طريقه الايه العصبيه الخروج بناء على
احنا يا ترى ده هتأذي ولا مش هتأذي. بالظبط اعتقد كده. لا ده حقيقي جدا جدا. واسوأ حاجة في العلاقة ما يكون في حياتك انسان مؤدب ومحترم وما بياخدش رد فعل فانت تهمليه خالص، واللي سيء جدا انت بتخافي منه وبتحترميه وبتعملي له احترام وبتسمعي الكلام، ده اسوأ ما في العلاقات. صحيح. شكرا جزيلا مروه الصعيدي. وعندنا فاصل قصير وراجعين لحضرتكم بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والطاقة المصرية، يمكن تكون سورة الكهف من يعني السور اللي بنقرأها بشكل دائم في كل يوم جمعة، ناس كتير طبعا تقرأها ومواظبة عليها، لكن إننا نفصص كل كلمة ونقف عند كل حاجة ممكن ناس بتقرأها مجمل بشكل مجمل، لكن خلينا نفسر هذه الآيات الكريمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الله تبارك وتعالى سمى هذه السورة بسورة الكهف، وهي مملوءة بكهوف أي أسرار. فالسنين ومشرق الشمس ومغربها والثلاثة أمور بين موسى والخضر والعدد السنوات والمكان الذي عاش فيه أصحاب الكهف كلها أسرار في هذه السورة التي من قرأها فتح الله بابا من النور من باب بيته إلى باب الكعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من حفظها عصمه أو حفظ عشرة منها من الآيات حفظه الله وعصمه من الدجال. الله تبارك وتعالى يعظم من نفسه سبحانه فيقول الحمد لله، ثم يعظم من رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يعظم من كتابه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الله رسوله الكتاب، تعظيم من الله تبارك وتعالى له ولحبيبه المصطفى ولهذا الكتاب الذي لم يجعل له عوجا. لا يحاول أحدا أبدا أن يلحد في الكتاب أو يشكك في نزاهة هذا الكتاب أو في كلام هذا الكتاب، لأنه قانون ودستور فيه حكم ما بينكم ونبأ ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكاية ما قبلكم، فيه كل شيء. كلام الله المنزل على حبيبه المصطفى المتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة. فهنا الحق تبارك وتعالى يعرفنا أن هذا الكتاب كل ما فيه ثم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هو ده دستور حياتكم. فبيكلم أول شريحة من هؤلاء الناس أو أول ناس هم الداخلين اللي هي زي ما يقولوا إيه الكريمة المجتمع الإسلامي. من هم الكريمة دول؟ هم المتصدقين الفاعلين للخيرات الفاعلين للصالحات، هؤلاء الماكثين في نعم الله أبدا، هؤلاء الذين لا يصابون بأذى أبدا. المؤمن إذا وقع وجد متكئا فلا يقع، من فضل الله تبارك وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى لكل من يفعل الصالحات ويترك المنكرات ويتقدم بنفسه وذاته وعمله وماله إلى الله تبارك وتعالى، يقدم لله قربانا والله تبارك وتعالى يقبله منه فيكن من الصالحين الماكثين في الجنة. ودائما في ربط مباشر بين أنه مؤمن وإنه يعمل الصالحات. نعم. قد يكون مؤمن وما بيعملش الصالحات. نعم، لأنه لن يصل إلى الصلاح إلا إذا آمن، إذا مر بالإسلام ودخل في الإيمان. وقد يعمل الصالحات بس هو مش مؤمن أو الإيمان مش قوي، فالجمع بين الاثنين مهمين جدا جدا، هو النجاة.
ماكثين فيها أبدا في جنات ونعيم في جنات الخلد ربنا سبحانه وتعالى. إذا جمع ذلك الاثنين من القوة الشديدة، لأن حينما أتكلم عن الإنفاق فالمال يميل بصاحبه عن الحق ويميل بصاحبه إلى الجنة. فتخيلي حضرتك المال ده يعني ثقل على كتافه، يعني ممكن يميل بيه على الحق وممكن يميل بيه ببخله على النار. فتخيلي ان هو متحمل ثقل هذا المال على اكتافه. لذلك احنا لما نقول ايه الصدقات والزكوات هي فضائل اموال الناس اللي بينفض عليها الهدوم وبيخرج الحاجات دي وينقي نفسه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم. تخيلي حضرتك واحد دخل اخذ شاور كده حمام، فهنا حصلت الطهارة. ويزكيهم يعني إيه؟ يبقى باين شكله في وسط الناس يوم القيامة، اللي هم غرل محجلين من آثار السجود وكمان من فعل الخيرات. نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. يقول الله عز وجل: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون في الميزان مثل جبل أحد. الله الله على جمعية البر والتقوى مع أسيادنا الفقراء في الشتاء قبل أن يأتي الشتاء. كل يوم بتثبت لنا جمعية البر والتقوى قد إيه هي قائمة على العمل المؤسسي المنظم جداً الذي يسبق الزمان والمكان. وأنا الآن بين احتياجات أسيادنا الفقراء لمواجهة الشتاء، هي تسبق الزمان، لا تنتظر أن تحدث أزمة ثم تحاول حل الأزمة، إنما هي تسابق واجب الزمان وواجب المكان. الشيء الجميل إن كل اللي حوالي ده من منتجات جمعية البر والتقوى، بطاطين والحفة وغير ذلك من منتجاتهم، يبقى منهم وإلى أسيادنا الفقراء. شارك مع جمعية البر والتقوى في مبادرة أمان ودفى. زكواتك وصدقاتك الجارية وصدقتك مع جمعية البر والتقوى، خلي خيرك يوصل لغيرك. فكرة إن احنا نساهم في أي شيء يستر ويدفي وينجد حد من البرد القارس، ده برضو عمل صالحات كبير جدا. نعم، أنا عندنا في التقرير يمكن ناخد بالنا كده أستاذ أحمد داغي ربنا يكرمه يجيب لنا كده التقسيمة. إحنا عندنا الألحفة من القطن الخالص. تخيلي حضرتك اللحاف والمخدة، وده من أكثر المعروف أن القطن هو الذي يتحمل البرودة الشديدة. فإحنا بنكون حريصين أن دي لأنها بتروح قرى والأماكن دي بتكون فيها برد شديد، أن إحنا بنشوف قد إيه بيتحط المراتب علشان يبقى في نسبة دفء عالي وفي راحة. شفنا أن الميتبة والمخدة، طب تعالي ننتقل إلى البطاطين اللي هو الغطاء. الغطاء نوعين، أنا عندي فيه بطانية وعندي كذا نوع من البطاطين وعندي كمان الحفة. فالحمد لله من فضل ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا موفق كمية البر والتقوى أن هي عاملة مصنع تصنيع الألحفة، اللي يمكن إحنا بنتكلم بيصنع في اليوم حوالي 200 لحاف. إحنا عايزين نرفع الطاقة الإنتاجية ليه لألف لحاف في اليوم، لأن محتاج عشان أغطي في الشتاء كل المحافظات حوالي 100,000 أو 200,000 لحاف. لأن أنا عايز أقول لحضرتك إن في ناس بتاخد البطانية واللحاف، بتاخد البطانية تعملها ساتر بدل باب البيت وبتعمل للحاف غطاء علشان هم وعشان الأولاد. زي ما احنا شفنا أو شفنا قد إيه الحر كان قارس، فاحنا داخلين على مرحلة شتاء غير عادية من فضل الله. فاحنا بنقول دي قافلة من القوافل، وفي قافلة بتتجهز تاني من فضل ربنا سبحانه وتعالى. القافلة ليست بس دفء
من ناحية الغطاء، من إذا كان لحاف أو مخدة أو بطانية أو مكتبة، ولكن الدفء النوع الثاني اللي هو الطعام، زي ما احنا شايفين كراتين الطعام، أنواع الطعام المختلف بإذن الله، إن كان مثلا أرز أو مكرونة أو حاجة، بتروح الكرتونة مع الكساء، مع الكساء اللي جاي بعد كده اللي هو في الشكل الثاني أو المرتبة الثانية، إن هو عندنا شنط، عندنا أحذية، عندنا شرابات، عندنا ملابس للأولاد. وبعد كده بنتقل لناحية القافلة من ناحية الطبية، إن أنا بيكون طبعا أنا وأنا بعرض ما بعرضش كمية الأدوية اللي بتكون موجودة. لذلك احنا بنقول يا جماعة الدواء الدواء، الناس فعلا محتاجة للدواء في الأماكن ديت، بجانب دوت إن كان في سرير طبي قديم، إن كان في كرسي، أو إن كان في أي حاجة، هي دي مقومات القافلة اللي دائما ما تخرج بها جمعية البر والتقوى في كل وقت. وعايز أقول إن إحنا لو أنا جبت النهاردة وعديت من أول شهر يناير 2024 لغاية النهاردة، حجد إني أنا عامل 18 قافلة جابت مصر جميعا من فضل الله تبارك وتعالى، شمال وسط جنوب سيناء، حلايب وشلاتين وأبو رماد، أسوان، الأقصر، كل الأماكن دي من الناحية التانية، وبعد كده وإحنا إسماعيلية وإحنا الصعيد، حتى المحافظات اللي إحنا عايزين نعمل فيها الأطعمة الطازة اللي داخلة برضو في وسط القوافل بالنسبة للقرى القريبة من فضل ربنا سبحانه وتعالى. كل ده بنتكلمه عن وأنا بتفرج على الحفة تتحط في بيوتنا عادي، يعني أنا شايفة الأشكال وطريقة التنجيد والفايبر وكده، يعني الحاجات المصنعة حاجات راقية محترمة، يعني نستخدمها احنا عادي، وبالتالي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي برضو الحديث الشريف كما تحب لأخيك كما تحب لنفسك، يعني خلاص احنا بنعمل زي ما بنعمل لبيوتنا لازم نعمل لبيوتنا. ما هو ده اللي احنا بنتكلمه عن الضيف. الضيف زمان لما كان بيبقى قريب مننا او يدخل بيتنا كنا احنا بنرحب بيه، وكان بياكل ويشرب وياخد رزقه اللي ربنا كاتبه له. لكن دلوقتي الناس انشغلت، ما بقاش في ناس بتضيف حد او بتروح عند حد، لان الدنيا دلوقتي كله في مكان وكله كذا. طب انا هعمل بقى فكره لطيفه قوي، هاخدها بنيه لله تبارك وتعالى، يا رب انا المفروض ان انا بيجي لي ضيف الاسبوع دوت، طيب هاكله واشربه ونيمه هيكلف عليا كام؟ طب يا رب الضيف ده انا هخرج لوجه الله الرزق اللي انت نزلته لي ليه. فتجدي حضرتك ان حطيته في كرتونه او حطيته في الحاف او حطيته في بطانيه او بعته اطعام لهؤلاء المحتاجين، على اعتبار ان بدال الضيف ما جالي بيتي فانا بعت له الضيافه بتاعته لبيته. فلما ابعت لواحد الضيافه بتاعته لبيته وهو قاعد جوه بيته، يبقى بالعكس ده يبقى كده، يعني انا وفرت عليه انه يخبط على الباب او انه يجي لي او يمد ايده، ان هم تحسبهم اغنياء من التعفف. صحيح. فهؤلاء الاولى، ودول دايما بيكونوا الجماعات البر والتقوى دايما بتجري علشان تدور عليهم في القرى والنجوع، مش مجرد ان انا معايا مثلا حلفت يمين علي 10 وجبات، ابقى ماشي في الشارع الاقي اي 10 1 2 3 ارتاح قلبي وخلاص انا خلصت ال10 وسلام عليكم وعليكم السلام. لا يا فندم، لازم تتحرى عن صدقتك، تتحرى عن الكفاره اللي انت بتعملها، تعرف انت رايح فين، الصدقه بتاعتك والزكاه بتاعتك، علشان على الاقل تبقى عارف ان انت قلبك مطمن ان ممكن اللي انت بتديله ده فعلا محتاج، فدعوته بتكون قويه اشد من ان انت اي واحد ماشي في الشارع ما تعرفش عنه حاجه. طيب نروح نشوف تقرير آخر ونرجع نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا خلاص في قربنا نوصل للفيوم، يعني جزاهم الله خيرا جمعية البر والتقوى عشان يوصلوا هنا للناس الأكثر احتياجا في محافظة الفيوم عشان الوصلات المياه. مجهود كبير جدا جدا، الحفر نفسه والتوصيلات والوصول لأبعد الأماكن، يعني طريق مش سهل، بيشوف بعينه غير اللي قاعد بيتكلم كده، هو قاعد يعني في رفاهية، لكن بيشوف قد ايه المعاناة وقد ايه الناس عشان توصل الجمعية توصل للناس هنا وتعمل توصيلات المية، مجهود كبير جدا جدا. هننزل نشوف بعينينا دلوقتي. أنا
هنا في محافظة الفيوم، جيت مع جمعية البر والتقوى. طبعا عايزة أقول لكم الطريق والدخول هنا الأماكن النائية الأكثر احتياجا للمية صعب جدا جدا، لكن الحمد لله ربنا يجعله إن شاء الله في ميزان حسناتكم، لأنه هنا بيعملوا خط المية الرئيسي، وزي ما احنا شايفين في مجهود كبير جدا جدا. جزاكم الله خيرا عن طريق البر والتقوى، أنتم بتعملوا تبرعاتكم وأنتم قاعدين في مكانكم، بيجي لكم حد لحد عندكم يعني ياخد منكم تبرعات عشان يوصلها للناس الأكثر احتياجاً، لأن المشوار صعب جداً جداً. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. خلينا نسارع في الخيرات، ويا بختكم يا بخت اللي بيسارع في الخيرات، وإن ربنا يستخدمه ولا يستبدله أبداً يا رب العالمين. جزاكم الله خيراً، وشكراً جمعية البر والتقوى على المجهود الكبير. مستمرين في فكرة التوصيل وصلات المية لغاية البيوت. نعم. يمكن دي فيديو مثلا احنا ممكن بنذيعه كل فترة عشان نفكر الناس ان الموضوع ده مستمر. نعم. مش هو مرة وخلاص يعني. نعم. عايز اقول لحضرتك، المحتاج اللي مش قادر هو اللي بيشيل على كتفه طبق او حلة او جيركن علشان يروح يملاه. لكن تعالي كده نرجع زمان، كان في وظيفه جميله قوي للناس الاغنياء، الناس اللي هم مش محتاجين، السقه. تذكري اللي كان بيروح يملى الميه ويروح يسقي او يروح البيوت الناس الاغنياء ويملى لهم الزير ويملى لهم الميه وكل احتياجاتهم، يوميا يذهب السقه الى هؤلاء، لان دول اصحاب ما شاء الله ناس اغنياء، والناس ديت ما تروحش عشان تملى، ولكن يجي لهم لغايه عندهم هذا السقاء. فتخيلي حضرتك وصلات المياه هي التي تغرس في الأرض من فضل الله كشرايين، أو تعمل عمل هذا السقاء، أن هؤلاء الذين نقول إيه، تخيلي حضرتك بتروح تخدم أسيادنا الفقراء، تخيلي حضرتك أن حد بيخدم الفقير مش بيخدم الغني، يعني السقاء بيروح للغني وبياخد مقابل. تخيلي حضرتك هنا بقى المواسير المية دي لما بتخش البيوت بتخدم المحتاج. فتخيلي الـ هنا الحاجة، يعني ايه ده، ده انا قاعد بفتح وانا محتاج وما بتكلفش فلوس، والمية بتخش لي لغاية بيتي. هنا بقى يبقى تخيلي انت بتكرمي الفقير، مش بتكرمي الغني عشان مقابل، لا ده انت بتكرمي الفقير بلا مقابل. صحيح. المقابل هي كلمة ترفع لله بيدين أو بكفين، رب أشعث أغبر إذا أقسم على الله أبره. هؤلاء اللي احنا بنوصل لهم آخر الدنيا، علشان هؤلاء أسرع ناس بيستجابوا الدعاء من فضل الله تبارك وتعالى. الشق التمرة له قيمة وعبر السنين موجود ومعمول منه حديث عظيم، يعني إن احنا نتقي النار ولو بشق تمرة. وقد تكون شق التمرة دي شربة مية. نعم. يعني شق التمرة ده مثل، بس زيه حاجات كتيرة قوي. نعم. ممكن يكون طبطبة على 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 يتيم. نعم. ممكن يكون حاجة بسيطة ما نتخيلش، ان الولد وهو بيشرب بق المية النقي ده ومامته فرحانة، ان دي ممكن تكون نجاة من النار، تكون تبديل سيئات كثيرة لحسنات. انا هقول لحضرتك عطاء يدخل الجنة بدون فلوس. امرأة دخلت النار في هرة. صحيح. ولا هي أطعمتها ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الأرض. حبستها. يبقى في الأول عملت إيه؟ حبستها، رغم أنها لو مدت إيدها وعملت كده فتحت الباب بس تدخل الجنة، لأن عكسها قفل الباب دخلت النار. فلا نستصغر الذنب ولا نستصغر الثواب. نعم. يعني أو الشيء الصغير. نعم. حتى وإن كان ذنبا أو خير من فضل الله، لأنها عند الله كبيرة. ربنا يتقبل من الجميع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضلت الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير في الحلقة الجاية بإذن الله.